شعبي سي محسن النابتي في الانترفيو سي محسن مرحبا بك مرحبا يا عايش جزيل الشكر على قبول الدعوه باش على عده نقاط فيما يخص سواء الاستفتاء او الدستور الجديد وبدايه دخوله في التطبيق في الايام القادمه لكن قبل هذا باش نبداو من التشكيك اللي قاعد يصير حاليا في نتائج هذا الاستفتاء في بعض التفاصيل كونه يكون التشكيك من المعارضه هذا يمكن متوقع لكن هناك منظمات وطنيه هناك مجتمع معناها جمعيات للمجتمع المدني انا يقظ مثلا اللي تطالب حتى بإعادة فرز الأصوات من طرف لجنة مستقلة شكرا هو اللي, اللي صاير بالنسبة لنا منتظر لكن بعض الأخطاء معناتها اللي إدارية اللي وقعت زادت سهلت على البقية باش يشنوا الهجوم ويساعدوه أكثر ما يمكن لأنه فما قوى كانت واضحة منذ الإعلان على الاستفتاء أنه كان شارك الشعب التونسي باش يقولوا التزوير كان ما شاركش دونك مقاطعه وبالتالي الهجوم السياسي منتظر وبش يتصاعد الايام الجايه لانه اخر حلقه مستقبليه هي الانتخابات التشريعيه ولكن هذايا زادت بعض الاخطاء الاداريه في في الهيئه معناتها سهلت الموضوع علاش خطر انا واحد من الناس كنت صريح منذ مده اخطاء يعني... انت سي محسن اخطاء مش كون واضحين اخطاء تعتبرها اخطاء كانت مقصوده من طرف الاداره شوف وقت اللي يقول لك راهو فما ناس معتقلين من داخل الاداره لانهم تلعبوا في الباز تاع تعال... تاع الهيئه هذا قبل 25 صح ولا لا؟ لانه يعني ناس تلعبت في 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 المعطيات في الشخصيه نتاع نتاع الناخبين ويحكيوا على زوز معناتها رهن التحقيق. م. وقت اللي تشوف انت ناس تخدم في الهيئه انا هذا قلت من 2014 و2011 ما تؤمنش بالانتخابات اصلا. وما تؤمنش بالديمقراطيه جمله واحده موجوده وموظفين اداريين وعندها وبين يديها المعطيات نتاع الناخبين التوانسه معناها سبعه ولا ثمانيه ملايين وتسعة ملايين تويكا ولا قديش كيفاش وصلوا غادي سي كيفاش وصلوا غادي كيف على خاطر الانتدابات في 2011 و2014 اشرف عليها جهه معينه اللي هي النهضه وبالتالي معناتها لغمت الهيئه وهني ثم فرق راهو احنا ما نجد ضد الناس ان تخدم في الهيئات هذه وكذا وكل شيء ففرق بين واحد ينجم يحمل موقف سياسي ينجم يحمل موقف فكري ويخدم غديك بنزاهه وبشفافيه وبين واحد يخدم موالي لجماعه بمعنى انه هو ينجم يعصي اوامر حتى معناها عرفوا معناتها المباشرين وينفذ عمليات قذره معناها داخل الجهاز الاداري كائنا من كان الجهاز الاداري وهذا الفرق بين الاختراق تاع المؤسسات كما صار في الامن وكما صار معناتها في القضاء وكما صار في كثير من البلايص والاختراق اللي حاصل اليوم لاني يعني انا واحد من الناس هاني نقول لك حاجه الى حدود اعلان النتائج وانا في تقديري وذا سيثبته القضاء انه لم يتم اي تلاعب بالعكس التلاعب تم بالعكس لانه الاعتقالات تمت الناس تدفع في فلوس للناس باش يصوتوا لا ولا باش ما يمشوش للناخبين مش العكس لانه الحمله اصلا تاع الاستفتاء كانت افقر حمله عرفتها تونس من حيث الموارد وغيرها لا شفنا كرنفالات لا كيران لا فما حد شيء يعني بامكانيه ال 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 القفات ال اللي صارت في علاقه بالخروقات ما كانتش العدد كبير برشا ما كانش العدد كبير بمعنى انه ما فماش خروقات ضخمه معناها تنجم تغير النتائج في اي اتجاه من الاتجاهات وكان العملية محسومة وحتى مراكز صبر الآراء اللي ما كانتش تنشر كانت تعرف النتيجة في حدود زوز ملايين و600 زوز ملايين و800 3 ملايين ماكسيموم باش يمشيوا يصوتوا بنعم، إذا النتيجة محسومة ولم يتم التلاعب عملية أنك أنت تعمل عملية طريقة هذيك معناها تقلب الارقام بنزرت تحطهم في منوبه وارقام منوبه تحطهم في كذا لانه يعني الحساب النهائي هو بيدو ما ينجمش يكون فما خطا كما حكى رئيس الهيئة يكون ينجم, ينجم, ينجم يكون الهيئة. خطا خطا ينجم يكون خطا, خطأ, خطأ أنا, حاجة. تصريحك. حاجة. انا تصريحك سي محسن الحقيقه قلت اداره إيه الهيئه شركه تابعه لرشد الغنوش اسمعني على اداره الهيئه اسمعني باش نقول مع زملائنا في شمس شوف انا التصريح هذايا قلت امس اما انا قلت كلامي هذا سابقا وما تراجعتش عليه من 2014 اي في الهيئه هذه انا لانه الهيئه كانت لتجنب كل اللغط هذايا فما مواقع حساسه في الاداره كان من المفروض مراجعه فيها نظره قبل الاستفتاء ما صارش هذا اوكي انا في تقديري الهيئه بالضغط ضغط الوقت بالهرسيلمو بكذا نجحت في تامين الاستفتاء ربما الخطا اللي وقع هذا الاخر هو اللي عليش؟ لانه تشوف انت الاوركستراسيون اللي عملت حوالين الخطا هذايا اللي هو يعرفوا لانه العمليه السياسيه في تونس سامحني في الكلمه او المنافسه السياسيه في تونس ثم ناس مش نزهاء في المنافسه السياسيه. وقت اللي توصل انت معناها تستثمر في حاجات ما يمكنش الاستثمار فيها. تنجم تعمل تنويه انه هذا لو ما يليقش باداره ونورمالمون تثبت روحك وكذا وواحد كل شيء وراه هذايا مؤشر مش به نتفهمك هذا انا قلته اللي مشارك وبنعم. راهو الاداره تاع الهيئه يلزمها تكون اكثر اما الاخطاء وأكثر ما في 25 على 3 على 30 25 على 33 على... ولا... 33 ف... ما هو هذاك اللي يجيب شوف أوه. احنا توا ما نحبوش ندخل في اتهامات لكن هذايا يحط الفرضيات كل قدامنا بصراحه لكن همت... في, في هكايا تولي ما عادش تنجم تمنع المعارضين للمسار ككل كونهم ي... يحكيوا على شبه التزوير لا شوف واش نقول لك حاجه المعارضين للمسار انواع فما ناس معارضين وهذا حقهم آه اما فما ناس ماهوش معارضين مش بمع... معارضين بمعنى وقت اللي حتى انتم مسؤوليتكم كاعلاميين انكم تسلطوا الضوء على حاجات وقت اللي يوقف واحد يحرض على بلاده في ندوه صحفيه ويطلب حتى الدول والشركاء انها تقطع المعونه وانه الشعب التونسي يلزم جوع باش يخرج ينقلب على سعيد باش يرجعوا هما دونك ما عادش تحكي لي على شكون نحكيو لهنا سي ما قلت سمير الشواشي صندوق النقد الدولي ما تعطيهمش حتى فرنك تو انت تعتقد سي انه صندوق النقد الدولي ينتظر كلمه من سياسي تونسي ما يعنينيش شوف يا صديقي المعارضه العراقيه كانت قبل 2003 تخرج في المنابر وتعمل في الندوات الصحفيه في فرنسا وفي بريطانيا تطلب من المجتمع الدولي ان لا يرفع العقوبات على الشعب العراقي اللي كان يموت في الـ في الـ في الشوارع نتاج نقص الدواء ونقص الواحد علاش لانهم يحبوا يطيحوا صدام حسين والنتيجه شنية؟ هي هك في العراق شنية النتيجه هذوما ما يعني ما صنفهمش معارضه الحقيقه معناتها بكل بكل وضوح بقيه الباقيه اللي عنده معناها تحفظات اللي عنده معناها موقف سياسي محترم في النهايه ما فماش صنف وين سي محسن هذوما على شكل المعارضة, العراقيه والمعارضه الليبيه اللي جات على ظهور الدبابات ونعطيك حاجه انا كنت الافضل انه نحلل الموقف الامريكي تونفهم الموقف نتاع الجماعه اللي صاير داخل الهيئه في تقديرك شكون اللي يتحمل مسؤوليته؟ في الاخير هذه هيئه شوف عينها رئيس الجمهوريه. حاجات الهيئه معناها 2014 و 2011 انا مش مشكلتي في النقد يتوجه الهيئه انا مم. بيدي ننقد فيها الهيئه. اي. المشكل انه الاصوات هذه العاليه واللي طالب بها اعاده الفرز وقت اللي بن ماشي يشرف على حمله انتخابيه وقت اللي اجتماع يجوه 100 انكار ناهيك على المنصه اللي تبدا ب 70 و80 مليون نهيك على العقود المنشوره في وزاره العدل في موقع وزاره العدل الامريكيه بالمليارات لتسويق سياسي نهيك على تبييض الاموال نهيك على غيره ولا اسمع كل هذه الهيصه اللي وقعت على خطا اداري غير مبرر غير مبرر ما يزموش يقع في المستوى هذاك وفي اللحظه هذيك ولكن انا نسال سؤال 14 و11 و19 وقت اللي مو مش رجال اعمال هو مافيا والدليل يعني انهم اليوم هاربين الكل وقت اللي يوسف شهد عامل عصابه نتاع رجال اعمال من لطفي علي الغيره تمول في حمله انتخابيه جباره لم يسبق لها مثيل في التاريخ وقت اللي تبيض الاموال وغيره هذا الكل اللي نحب نسال منظمات هذونا ما اللي كان عملتوا هذايا 2014 ولا عملتوها وح... 2019 من رانا ما وصلناش للمرحله هذه علاش نختاروا منهم كي هما في 2019 وفي في 2014 و2017 ما كانوش بال... بالنزاهه الكافيه علاش نختاروا منهم اله... الهيئات السابقه في الاخير في هذه الهيئه ما سؤال يوجه للناس خي توا ابو عسكر ما كانش في الهيئه كان محمد المنصري ما كانش في الهيئه موجود كان رئيس الهيئه علاش في الوقت هذاك وقت اللي سامحني في الكلمة تعكعيك الأموال في الانتخابات وشرياني الذمم وكانت معناها حملات انتخابية خيالية حتى شو في في اللي في في الناس تسمع في فينا خاطر تقال كلام على سياسيين كما يسو الشاهد وغيره وهذا كلام يلزم كان انت يلزم كان يلزم كان يلزم كان كيف نحكي تحكي انت القضاء بات في بعض القضاء مش بالكم مازال مازال مش نبدأ واضحين زي, زي مهم التوضيح مازال لا في الأخير فهمتني علاش نختاروا منهم هالهيئات السابقة إذا كانوا مقصروا في 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 أنت شوف حتى حلول. أجرموا ما كانش فما برشا حلول، شوف أنا من من شك هي منظومة كاملة، منظومة الهيئة راه هيش الهيئة معناتها اللي عينها رئيس الجمهورية واللي كانت قبل، راهو فما جهاز إداري تحتك من لوطة، أحيانا دوره أخطر وأهم حتى من أعضاء الهيئة الناس مركزة مركزة معاهم، باش ما يبقاش موضوعنا الهيئة أنا في تقديري هني قلت لك الهيئة فيها هنات ومن قبل فيها هنيات هذي ويعرفوها الناس كليك اليوم يلزم تلافي الهنات هذي في المستقبل من خلال إعادة أحكام الجهاز الإداري وتعيين ناس معروفين بنزاهة وباستقلالية ولاد الإدارة التونسيه اللي ما شابتهم وما ومتورطوش في أي مجال من المجالات الحاجة الثانية هو أحكام المنظومة تاع الهيئة باش تبدا بعيدة على كل معناها اختراق من من شأنه ويلزم نبدو على بكري في الاستعداد للانتخابات التشريعية باش ما نعودوش نفس الأخطاء لا أكثر ولا أقل. فاصل باش نرجع نواصل معك سي محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي باش نواصل نحكيو خاصة على الدستور الجديد والجمهورية الجديدة راجعين. Imaginez-vous <applause> votre avenir Proche de vous Toujours à vos Et quand vous en avez besoin. Toujours connecté et à votre service. Vous accompagne et vous assiste. Vous protège et vous rassure. Apporte son aide à tous vos proches. Partage son expertise et ses compétences. Aime le sport, la culture. Engagé dans la société civile. Bref, l'ami exceptionnel. Cet ami existe et assure. Ami Assurance. انترفيو الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي سي محسن النابتي ضيفنا حتى المساعتين ونص نجدد لك التحيه بعد الاعلان الرسمي للنتائج وبعد صدور هذا الدستور في الرائد الرسمي سيدخل حيز النفاذ هل في تقديرك سيفتح وسيحل وس المشكل السياسي اللي موجود في تونس خاصه وانه جانب من من المعارضه وجانب من الشعب التونسي يعتبروا فاقد للشرعيه شوف فاقد للشرعيه ذي معناها إيه كلام غير معناتها غير دقيق واللي يتحدثوا في الامر هذا باش نقول حاجه هذوما كما اللي قال 75% من الشعب التونسي ما مشيش للمقاطعه هو أه الاستاذ احمد نجيب الشيبي واضح؟ انا نقوله في الحاله هذه وخاصه وانه جماعة هذوما اختاروا صراع الغائي معادله صفريه يعني احنا انت بيه. إذا 75% من الشعب التونسي التزم بدعوة نجيب الشابي وما مشاش يصوت واضح؟ أنا نقول الاستاذ نجيب الشابي قدام زوج خيارين لمصداقيتك، أما أنك أنت تدعو ال 75% هذونا لنزول الشوارع وفي الوقت ذاك يطيحوا سعيد ويطيحوا ربما حتى الرئيس الجزائري بجنبه ويزيدوا يعطوك اه دبيبة بونيس تحكي على سبعة ملايين راه ولا ثمانية ملايين. واضح ولا كي تهبط منهم 800 ألف يطيحوا أعتى نظام في العالم هذه فرضي بالنسبة لي هو في شخص وحزبه الأمل النجم طيح حمله الخمسة وسبعين واحد ما يسيلش كي يهبطهم الشارع بورقيبة كان هو من غير جبهة الخلاص يستقيل قيس سعيد الحاجة الثانية أنك أنت تمشي للانتخابات التشريعية وهذا قالته اليوم موسي خطرهم كل واحد يقول متاعيان الخمسة وسبعين بالمئة وتجتاح بهم صناديق الاقتراع بأغلبية ساحقة ماحقة وتحكم البلاد وتنتهي أما أنك أنت حتى التوانسة اللي سامحني في كلمة ربي يشفيهم معناتها في السبيطارات من ينجموش يمشيو حسبتهم اللي هم استجابوا لدعوتك أنت لـ لـ للمقاطعة هذا تسمى عبث أما, أما سي محسن من غير تقول لي فما نسب عزوف عالية نقول لك نسبة العزوف عالية منذ سنوات وقاعدة تفاقم شنو السبب في, في ارتفاع نسبة العزوف ثم نسب عزوف عالمية مرتفعة في العالم الكل تتراوح ما بين خمسين وستين وتوصل حتى سبعين في المائة خمسة وستين في المائة انتخابات في العالم خمسة وثلاثين أربعين خمسين معناها لماكسيموم هذا راجع لأسباب تتعلق بجانب الديمقراطية وما تعانيه الديمقراطية التمثيلية من مشاكل هناك نسب عزوف في تونس زايدة عن اللزوم اللي هي نتاج الفشل السياسي ونتاج عدم المصداقية السياسية اللي طبعت عشر سنوات إذا المسؤول على حالة العزوف السياسي هذا هو م... مسار كامل استمر فق... فقد الناس الثقة في العملية السياسية برمتها وأنا خليني نقول لك أنا كنت أنتظر أقل من زوز ملايين من خلال الشارع فما ناس لا رافضة الدستور ولا رافضة حتى شيء ما مشيتش لأسباب أن هي ما عادش عندها رغبة في انها تنتخب. ما عندها رغبة في انها تشارك لان بالنسبة لها مم. العملية السياسية في تونس اصبحت غير ذي جدوى. فهمتني؟ وهذايا آه. راجع ما يتحملش مسؤوليته معناتها الهيئة والا قيس سعيد والا التيار الشعبي يتحمل مسؤوليته مسار كامل وصل التوانسة الى حالة من النفور من الحياة السياسية بشكل كبير لأن نقول لك حاجة الارقام اللي حكيوا فيها حتى الارقام اللي قالتها صبر الاراء انه فما حوالي 20% واكثر قليلا هذونا مقاطعين ناكد لك لو كان جد مقاطعه معناها فعليه فهمتي ولا معناها راك شفت العجب العجيب في الشارع مم. لو تحكي ل 21 راك تحكي هو على هو زوز ملايين من المواطنين هو بعيدا على الارقام في علاقه بال 75% صحيح فما أه. نشوفه في نسبه مقاطعه موجوده في كل الاستحقاقات الانتخابيه في تونس الحقيقه باش نسلك من زاويه اخرى في علاقه بالجسم الانتخابي فما ناس اللي سجلت اي نحكيه على 9 ملايين موجودين تقريبا مسجلين فما زوز ملايين و600 الف كصلحت انت بكري زوج زوز ملايين و600 الف, 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 الف اللي صوتوا أه. نعم نعم أه. رقم كافي هذا لاضفاء مشروعيه على نص الدستور انا في رايي شوف الرقم كافي قياسنا على شنو؟ على العدد المسجلين انا لو كان جيت انا نقول لك حاجه لو كان لقيت بقيه الشعب التونسي في الشوارع رافض لهذا المسار بمئات الالاف وعشرات الالاف عدم الذهاب في حد ذاته الى الاقتراع ماهوش موقف سي لا محسن؟ لا ما نجمش نعتبره موقف لانه انا مع خاطر كي في قراءه الارقام كل واحد من قراءة بطريقه انا نجم نقول لك غياب معنيتها الأطراف السياسية المعارضة للمسار هذا على استحقاق الاستفتاء أضفى نوع من الحسم المسبق مم. على النتيجة. كثير من الناس أنا تنقلت في البلاد بطولي وعرضي، عرضي يقولك يقول لك تو الجماعة الآخرين مهمش مشاركين وأبريتو معتها الناس اللي هي مع الدستور ماشية واحد فما ناس أنا نعرف ناس معارضين للمسار هذا ملي ملي خلقوا يستنوا في النهار هذايا ما مم. لأنه بالنسبة لهم معناتها غياب المنافسة الأمر محسوم, الأمر محسوم الأمر محسوم أخلاق لا موبيلات مم. أنا نأكد لك لو كان الناس اللي عارضوا مم. شاركوا ثم احتمال أنه ما يتعديش الدستور هي ما كان يحكم على الحاجة المقاطعة هي موقف أم لا موقف أم لا ينجم يكون راهي نسبة المشاركة في 50 60% في يعني هذه فرضية ولكن على أرض الواقع اليوم المقاطعة هي, بقى هي بقى موقف ينجم يكون موقف ما هذه قراءة هذه قراءة نوايا انا ما نجمش نعرف شكون اللي ما مشيش موقف انه هو مقاطع وشكون اللي ممشيش ما مشيش عزوف هي كموقف اليوم نحكي على مساله الـ لأن المشروعيه نتاع على النص هذا المشروعية. في حد ذاته يعني من 9 ملايين مسجل فما 2 ملايين و600 مشاو صوتوا بنعم المشروعيه اللي هنا دستور عليها نقاط استفهام الدستور 2014 مجلس نواب انتخب ب 42% وشيء من هذا إذا بالطريقة هذه فما 58 مقاطعين مم. وزيد مشو حتى الدستور مش بطريقة مباشرة عن طريق مجلس تأسيسي وما تعديش 6 دونك غير مم. شرعي إذا كان نرجع بعد التالي للرئاسيات نحكي لك معناتها إذا كان نمشيو في السياق هذايا إذا نمشيو في, في, في التحليل مم. أنه طالما ما ثماش أغلبية فهو معناها مطعوم في شرعيته مم. أنا نقول لك مال المسار من 2011 انتخابيا كله مطعوم في شرعيته لأنه ما فما حتى انتخابات تقريبا فات 50 أما في استحقاق الاستفتاء هل نحكيو على نسب المشاركة بالعكس في الاستفتاء تقريبا أضعف نسبة مشاركة ألفين الدستور حديث. الفرنساوي في 2000 نقح وعرض على الاستفتاء تعرف تنقيح الدستور هو عباره دستور جديد وعرض على الاستفتاء مشاو 30 مختلف تماما هذا مش صحيح سي محسن هذا عمليه التنقيح كان تغيير لا لا, لأ كان تغيير في, في نقطة أه وحيدة المدة يعني المده نتاع تولي الرئيس للرئاسة مش استفتاء مشروع دستور جديد لم يكن مشروع دستور جديد الشعب التونسي انا شفت بعض السياسيين حتى مع زوز ملين و800 اللي مشاو تنمروا عليهم وردوهم اميين منهم معناها قيادات يلا كانت قبل تحكم باسم الشعب فهمتني في حين نسوا هذونا انه محمد الدغباجي الشهيد العظيم ما كانش قاري اما قاوم فرنسا في حين اللي كانوا قاريين هما اللي امضوا معاها معاهده باردو جابوا الاحتلال انه لازهر الشرايط اللي قاد المقاومه الوطنيه وهذا انا يعني ناخذه من صديقي عبد الجبار المدوري ما كانش يقرا ولكنه قاوموا فرنسا الى اخر قطر الدم اللي خرجها في حين اللي كانوا متعلمين كيفهم هما بيعوها للفرنسيس حتى حد معلها... ينزع الوطنية على اي مكان سواء امي وإلا مقراش انا, أنا كما تسألني على الهنات اللي موجودة اسألني على الاخرين شي يعملوا نقدموا شوية في, ال في الحوار لانه ما زالونا خمسة دقائق تقريبا اليوم هذا الدستور سيصبح امر واقع معناها بديهيا بعد بعد ايام وبعد الفترة القانونية كيفاش باش تكون الساحه السياسيه في تقديرك اليوم بعد هذا الدستور ودخوله حيز تنفيذ خليني نعطيك فايده معناه. بالنسبه للدستور بعد النتائج النهائيه واستيفاء الطعون يبقى فما طعون باش يدخل حيز التنفيذ به فما ثلاثه استحقاقات ولهذوما الاولويات هذوما مقترنين وانا خليني نقول لك وهذا انتم كاذاعه تنجموا توقفوا الاولويات الشعبيه واضحه اول باب المحاسبه ثم وعي شعبي في الناس البسطاء في الاحياء انه بالنسبه لهم اذا ما تمتش المحاسبه محاسبه ام تشفي؟ المحاسبه الناس تحكي على المحاسبه ما تحكيش على التشفي مم. لانك تحاسب تحاسب مجرم فاش تشف ما عندك فاش تشف المحاسبه هي صمام الامان باش الماساه ما تتعاودش وباش دوله القانون اللي نحكيو عليها والجمهوريه الجديده ومجتمع القانون يرسى طالما ثم افلات من العقاب دونك ما فما حتى شيء هذا محاسبه ايه بدستور جديد ما فهمتش جديد شنو اللي كان يمنع جديد. المحاسبه ليه قبل ليه هذا الدستور الدستور الجديد ما عندوش علاقه بالمحاسبه <applause> شنو لا لا نحكي لك معناتها على أولويات تاع المرحله باه محاسب الحاجه الثانيه هي الاولويه الاقتصاديه والاجتماعيه الاقتصاد التونسي لازم عمليه انقاذ استثنائيه وكبيره في تعبئه الماليه العموميه وفي البحث على شركاء دوليين وتفعيل كل القطاعات الانتاجيه بشكل كبير ويلزم مناها اعلان طوارئ اقتصاديه ان لزم الامر الحاجه الثانيه هو استكمال المسار السياسي طبيعة في علاقه بتنقيط المناخ الانتخابي في معناها قانون انتخابي في الالتزام باستحقاق التشريعي في تاسيس وتكوين المحكمه الدستوريه معناها اوتوماتيكمون بعد ما يدخل الدستور حيز التنفيذ هذا الكل يلزم يتم الصراع السياسي مش يستمر في تونس الى ذلك التاريخ على خلفيه انه الاطراف السياسيه اللي حطت روحها في 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 الصراع كما قلت لك اختارت صراع الغائي يا انا يا انت هذا باش يؤدي سيناريوهات اما انهم يدخلوا الانتخابات التشريعيه ويكون الشعب هو الحكم داخل البرلمان وهذا ينهي النزاع نهائيا إيه وندخلوا في مرحله جديده او انهم يرفضوا دخول الانتخابات الـ الـ التشريعيه وهنا ايضا باش نعيشوا نفس الـ 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 الوضعيه وهذا علاش يتوقف الكل ريت الدستور والمسار هذا الكل متوقف الشرعية الدستورية اللي اخذها نهار 25 جويلي والمشروعية الشعبية هذه الكلها تبقى عملية مؤقتة إذا لم تعززها عملية الإنجاز شوف ينجم الدستور يتعدى ب 70-80% واستحقاقات التوانسة لا تلبى في عام ولا في اثنين ولا في ثلاثة القدام ما عاد عنده حتى قيمة 70-80% هذوكم كما ينجم يتعدى ب 28 ولا 30 فاصل بالمئة وغدوه 23 و24 يلقوا التوانسه انه عجله الاقتصاد رجعت الدور وانه ثم منجزات على الارض وانه ثم افق 30% هذيك 70 و80% هذايا انا في تقديري شوف منظومه الشرعيه الجديده او الجمهوريه الجديده م. الثالثه او جديده سماها ما تسماها مصيرها واستمرارها مرتبط بالانجاز هم. 2011 ذهب الشعب التونسي الى الصناديق واسس الى جمهوريه ثانيه هم. صح ولا هم. انتهت في عشر سنوات لانها لم تنجز شيئا للتونسيين بغض النظر على بقيه التفاصيل هذه الجمهوريه الجديده وهذايا للر... هذايا كلام انا نقوله مسؤول عليه لرئيس الجمهوريه للتيار الشعبي للجميع كل من ساند هذا المسار اذا لم يترجم هذا الامر الى انجازات سيعزز شعبيا وحتى اللي كان ضدك باش يولي معاك لانه الشعوب مش عبثيه هو نشوف هو نشوف شكون هو الحسم النهائي المنجز متفاهمين انه لازم توصل الامور انه حتى المواطنين يهبطوا للشارع انا قبل الحقيقه السؤال ونختم به معك خاطر ما وقت في علاقه بالانتخابات قلت فما استحقاق انتخابي قادم انا الحقيقه نحب نسالك على القانون الانتخابي اللي هو باش يكون قانون مهم قانون انتخابي اللي بش يحاول انه يخلينا نقطعوا كما يعتقد انصار رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه مع منظومه سابقه شنو الضمانات إن يكون فما قانون انتخابي يخلينا نقطعوا مع اللي كان موجود فما ضمانات ملموسه على الارض بخلاف كلمه رئيس الجمهوريه وموقف رئيس الجمهوريه نحب ضمانات ملموسه انا نعطي رايي اولا القانون الانتخابي احنا كتيار شعبي وهذا جيت معكم قبل نحن مع قانون الفرق... معناها نظام الافراد على دورتين هذاك هو الان على مستوى العالم وعلى ما به هو الافضل هذا موقف الحزب الى جانب ذلك القانون الانتخابي ما هوش معزول وحده ثم مناخ انتخابي كامل مم. يبدا من الهيئه الى معناها الاعلام مم. القانون مكون مهم مكون جوهري ميه? في وسطه القانون مكون القانون مهم. هو الحلقه الثانيه لاستكمال المنظومه السياسيه بعد الدستور باش يمكن قانون انتخابي فعلا التوانسه باش يختاروا افضل الناس وباش يختاروا من يعبر عليهم وباش يبعدوا على المال السياسي وعلى الفساد وعلى غيره لازم قانون معناها يحاول يغلق اكثر ما يمكن من الثغرات اللي يمكن يتسرب منها اي فساد معناها للبرلمان للبرلمان القادم دون ضمانات الى حد الان سي محسن ليه الضمانات يعني اليوم الى حد الان معاولين على حسن النوايا رئيس, الجمهوري. رئيس الجمهوريه ماذا شنو اللي يمنع انه رئيس الجمهوريه يعمل قانون انتخابي وهذا المعارضين يقولوا يقولوا رئيس الجمهوريه يعمل قانون انتخابي على المقاس لا ما يعملش قانون انتخابي على المقاس لماذا شنو الضمانات حاجه شنو القانون الانتخابي على المقاس تم زوز مدارس في القانون الانتخابي يا اما مدرسه القائمات بما فيها من تعدد والا نتاع الافراد هذون الزوز ما فيهم حتى مقاس مم. وفيهم العديد من التشعبات, من التشعبات اه؟ والتفاصيل تعرفون اه؟ التشعبات والتفاصيل القانون من نجم يكون ال قانون انتخابي المعنى ما ينجمش رئيس الجمهوريه يمشي في قانون انتخابي متناسب مع الطرح نتاع البناء القاعدي مثلا ما الذي يمنعه شو من هذا توا هو في البرلمان هذه المشكله هذه اثيرت وقت اللي خرج الدستور صح ولا في علاقه بانتخاب البرلمان وفي التعديل اللي عمله رئيس الجمهوريه لرفع لبس هكا قال كريمون نصص في الدستور ابيض على اسود انه البرلمان ينتخب انتخابا مباشرا من الشعب يعني سنكون امام برلمان الغرفه الرئيسيه نحكي البرلمان باش ينتخب مباشره من الشعب على قانون انتخابي على افراد على الغرفه الاخرى لا الغرفه الاخرى اصلا هي ما تنتخبش مباشره هذا مباشرة. حاصل وفي كل الغرف الثانيه ما تنتخبش مباشره بالعكس فما دول فيها نسبه معينه يختارها رئيس الجمهوريه صح م. ولا ليك تشوف انت في كثير من دول العالم، إذا مسألة الغرفة الرئيسية مباشرة احنا ماشيين إلى قانون انتخابي سينتخب فيه البرلمان مباشرة على ال على ال على الأقران على جزيل الشكر جزيل الشكر الرسمي باسم التيار الشعبي شكرا. سي محسن النابتي نشر المفصل للأخبار مع أنواع مغرب